الذي يعرف الإمام الخميني والذي عرفه وأيضا بكل ما قام به الإمام الخميني لم يكن الأمر محصورا بإيران. حتى التسمية التي أعلنت ما بعد انتصار الثورة الإسلامية أنه هي الجمهورية الإسلامية في إيران. أنا قدمت قلت بأن الإمام أراد لهذه الثورة ولهذه الجمهورية أن تكون ممهدة لدولة العدل الإلهي. وعنوان نصرة المستضعفين هو وحرب المستكبرين هو مبدأ سارت عليه الجمهورية الإسلامية في دعم ونصرة المستضعفين والأحرار في كل العالم حتى بعيدا عن المذهب وعن الدين، وإنما كان البعد الإنساني هو الحاضر، مثلما هي نصرت الفلسطينيين منذ الأيام الأولى وأعلنت نصرتها للشعب الفلسطيني ولقضية فلسطين وما به الفلسطينيون اليوم من عز واقتدار هو ببركات الثورة الإسلامية وأيضا بما أقره الإمام الخميني في بداية الثورة الإسلامية من يوم القدس الإنساني من العنوان الإنساني لتقديم الدعم لكل المستضعفين في العالم. أنا قلت بعيدا عن التسميات سواء كانت الدينية أو الطائفية، دعموا العراق، دعموا سوريا، دعموا فلسطين، دعموا اليمن، والدعم استمر حتى إلى البوسنة والهرسك في التسعينات التي أراد الاستكباريون أن يستفردوا بالشعب المسلم في البوسنة والهرسك ويحققوا عليه الإبادة الكاملة. لم يقف مع البوسنة والهرسك في تلك الفترة إلا الجمهورية الإسلامية.